انضم إلينا الآن أيضا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور فايز، من يقول أو من يدعي أن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم لن يكون مستغربا عنه أن يقول منكرا من القول وزورا وصولا إلى هذه الادعاءات، لكن هل كان الأمر وليد ارتباك إسرائيلي وبالتالي أصدرت كلام أو ترهات من هذا النوع، أم أن الأمر مرتبط باستراتيجية كانت تريدها إسرائيل من خلال هذا الزعم؟ مساء الخير أستاذ أحمد وعلى مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. في الحقيقة طبعا نحن منذ أن بدأت الأزمة ونحن أمام سيل من الأكاذيب الإسرائيلية وأمام سردية، العالم نفسه وقف على يعني ما تتضمنه من مغالطات كبيرة. ما حدث اليوم هو استمرار لهذا المسلسل، لكن الآن أعتقد الأمر أكثر خطورة مما كان عليه في بداية الأزمة. الإسرائيلي الآن في تقديري في معضلة كبيرة، هي عندما انكشفت أمام العالم، انكشفت سياسيا وأخلاقيا أمام العالم، وعندما واجهت العالم أمام في محكمة العدل الدولية لجأت إلى يعني رمي الكرة في وجه الآخرين. هي في موقف دفاعي الآن، هي في مأزق أخلاقي وفي مأزق سياسي. أما عندما تتحدث عن أن مصر يعني كانت مسؤولة عن يعني عدم دخول المساعدات، فيجب أن نرجع أولا إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في بداية الأزمة عندما قال أنه سيكون هناك حصار مطبق على قطاع غزة، قال صراحة لا ماء ولا دواء ولا غذاء. من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا هو وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه. الأمر الثاني، هل مصر، وهذا التصريح في حد ذاته أصلا من بين الأسانيد التي استند إليها الفريق القانوني الجنوب إفريقي. بالضبط، وهذا رد واضح على ما قاله يعني قاله ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية اليوم. الأمر الثاني، هل مصر كانت في حاجة لكي تذهب مع أشقائها العرب داخل إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يسمح به أو يفرض على إسرائيل أو يحاول أن يفرض على إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؟ هل مصر كانت في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن بالتعاون مع أشقائها العرب ومع كل القوى الدولية المتحضرة والمؤمنة بالكرامة الإنسانية؟ هل مصر كانت في حاجة إلى قرار من مجلس الأمن؟ الأمر الثاني، هل أمين العام للأمم المتحدة عندما جاء وعقد مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح، هل وجه أي نقد أو أي مطلب إلى مصر بفتح معبر رفح؟ كانت المطالب موجهة للجانب الإسرائيلي. نحن كنا إزاء تعنت إسرائيلي لفترة طويلة منذ بدء الأزمة وحتى 24 أكتوبر، حتى بدأ تدفق المساعدات الإنسانية من معبر رفح. في الحقيقة نحن إزاء يعني مغالطات كبيرة ويعني سردية للأسف الشديد كان من الواجب أن يدرك الجانب الإسرائيلي أن سرديته انكشفت أمام العالم وأمام المؤسسات الدولية. ماذا عن مواقف المؤسسات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية؟ الأونروا نفسها لها شهادات موثقة والعالم كله يعرفها وسمعها. أنا فقط سأستأذن الزملاء في أن يعودوا لعرض بعض اللقطات الأرشيفية لمعبر رفح ولطابور المساعدات الإنسانية، تقريبا الطابور غير المسبوق الذي كان حاضرا، وربما حتى دقائق قليلة من هذا اليوم لا يزال هذا الطابور مصطفا وممتدا إلى ما يزيد على 5 أو 6 كيلومترات متتالية تصطف فيها الشاحنات اصطفافا حتى يتيسر إدخالها إلى الجانب الفلسطيني وأن تتحاشى عمليات القصف التي كانت في أحيان كثيرة عمليات قصف ممنهجة. هذا ربما في حد ذاته يمكن أن يضاف كقرينة قطعية ربما، لأن مصر لن تتحمل تكلفة لبقاء كل هذه الشاحنات أمام الجانب المصري في معبر رفح. القرائن كثيرة. من الذي قام أيضا بضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني؟ هذا كان يعبر عن نية صريحة لدى الجانب الإسرائيلي بتعطيل دخول أي مساعدات إنسانية. 4 مرات يتم فيها ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني. في الحقيقة نحن لسنا في حاجة إلى الرد على هذه الافتراءات أو هذه المغالطات الإسرائيلية. العالم كله يعرفها تماما والعقلية الإسرائيلية نفسها تعرفها، ليس العالم ولا الدولة المصرية وكل مؤسساتها، لكن العقلية والذهنية الإسرائيلية نفسها تعرف أنها تكذب أمام العالم وتكذب أمام نفسها أيضا. هذه مغالطات، وأعتقد أنه يعني كلها تعبر عن أن الجانب الإسرائيلي أصبح بالفعل في مأزق إنساني وأخلاقي وسياسي ومأزق عسكري أيضا.
شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشكرك شكرا جزيلا.